انا شوف اذا وصل المقطع هذا 50,000 لايك والله لا اسوي تحدي 30 ثانيه مره ثانيه والله لا اسوي تفوت. شرفنا حمد العمار من شقره. شريت كرسي شلونه بس؟ مبروك تستاهل كل خير. كلهم يسوون ايش؟ لايك واشتراك كفو. السلام عليكم كيف حالكم؟ معكم طارق كلاب. اليوم جايب لكم فيديو جديد، المفاجاه الخرافيه يا انس، المفاجاه الاسطوريه. بتشوف المفاجاه الحين. اصحت المتابعين بقول طلال ما شاء الله وش الشيء الخرافي، لان جد جبت اشياء مره ممتازه، يعني في ناس اكيد يبغونها، انا متاكد اشياء كبيره، اشياء كثيره، اقول لك كثيره مره. المحل يمكن تغير 190 درجه. ترى محلك هذا قد طيب تبغى تشوفه؟ تعالوا معنا، اتمنى بديت المهم تضغط زر اللايك، تشترك بالقناه، تسوي الاعجاب لاشياء الحركات هذه، وتعالوا نشوف المحل. يلا انت يخلص. ايش تبغى؟ لا ما ابي تبدع، اصبر شوي. ما في شيء بس بتشوف الحين. اصبر وياه، اصبر دقيقة يا خلنا نفتح الباب وذا. ما شفت الا نور صوت. انس ممكن تدخل وانت مغمض؟ عادي فيها جوالات هذه، ممكن تدخل مغمض؟ دخلت المحل انا اول عشان انادي واوري الاشياء الجديدة اللي موجودة الحين. والله مرة اشياء كثيرة، مرة. الولد هذا ما يخلي حركاته. يلا ارجع ورا على ورا على ورا. ايوه ايوه طيب انا جاي تشوف الاشياء الجديده. طبعا الكرتين دي ما لها دخل، ما لها دخل، هذه كاسي جيمنج خلاص، جت دمعه جديده قبل شوي. المهم واحد اثنين ثلاثه. شوف شوف الاشياء الجديده، شوف الاشياء الجديده، شوف العيال. اجمع عليك بالليل تعال شوف هنا، تعال هنا قرب قرب هنا. نتندو، اغراض النتندو، سوني نتندو، كيف سوني نتندو؟ اغراض نتندو تشوفها كلها، تشوف الاشرطه، تشوف كل اغراض نتندو. في شيء ثاني بعد، الاكس بوكس. شوف الاكس بوكس هنا وشو؟ سماعات ريزر على الايادي على كل شيء. وفوق كذا خل عنك يد السايد. دقيقه دقيقه، تدري انه اليوم العصر الحين بعد المقطع هذا بيجيني اكس بوكس حق فورتنايت في سكن خاص؟ والله العظيم بيجيني العصر. بس ايش من صوته؟ سكن خاص مع اشتراك شهر. اسعار صدقني هذه كلها اللي تشوفها، انا متاكد ان الاسعار ممتازه مره. هذه هذه السماعات معروفه عاد. اوكي في شيء ثاني بعد ما شفته؟ دركسون. دركسون حق الاكس بوكس، حق البلاي ستيشن، حق لوجيتك، وبيجيني اليوم الجير. وفوق كذا الاشرطه، ليش ما شفت الاشرطه؟ اشرطه الاكس بوكس الحافظه هذه حقت السماعه. شوف هذه السماعه ذي، هاي السماعة 200 ريال. هذه تشوف حق سوني تو جديدة، يقولوا يمدحونها الناس مرة يمدحونها. طيب ايش رايك؟ شكل شيء لفت نظرك؟ ايش شكل شيء؟ هذا؟ طيب والنتندو؟ ايش رايك فيه؟ وينه؟ النتندو ولا هناك؟ شو وينه؟ ضيعت. انا من يوم دخلت انا وش هي؟ سمعت ليزر؟ عليك ديناصوري بس. سمعت ليزر الاكس بوكس؟ ليزر. ليزر؟ الديناصوري بس. تبغى اجيب حق سوني؟ ايه. ها؟ خلاص نوفر لك اياها. فلقني. ايادي كلها نتندو، كلها نتندو. تبغى وايرلس فوق، شوف فوق كلها ذي وايرلس خلاص. تبغى اللي بسلك اللي تحت اللي بيدك الحين حق سوبر ماريو. الاشرطه، شوف الاشرطه كلها موجوده واسعار. هاي سوبر ماريو ديلوكس تو نازل 215 ريال. انا بس خلاص عندك هذا 210. اسعاري انا متاكد بخصوص نتندو ان شاء الله انها الافضل باذن الله. قايل لي حطيت هذه، قلت لا هذه هذه بس القسم هذا اتصالات ببجي الاشياء هذه. شفت هذه؟ قلت لا هناك في شيء. انا شوف انا اكثر شيء خلق عليه الصراحه حتى النتندو، قسم النتندو يا اخي، حتى حق بيكاتشو، نسخه بيكاتشو، نسخه ملونه، نسخه سوداء، هذه تشوفونها يعني اشياء اشياء مره جديده. الايادي اليد الاحترافيه، شوف هذه. اوكي خذ واحده انت، خذ واحده لك خلاص، خلاص خذها لك. اي خذها لك. اي والله خذها. والله لي تبغى اخذها لك؟ احلف. خذها واخذ حقك هذيك مستخدمه ما ابغاها. احلف. اي والله خذها لك. يلا تبغى تجرب الاحترافيه؟ شوف هذه 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 جربها، خذها لك. يلا احلف. والله خذها لك خلاص. ها شوف من ورا ازرار، شوف من ورا. هاي سعرها 150 ريال، احترافيه ممتازه حقت المبتدئين توهم. جربها شوف، جربها. ايش قصدك؟ مبتدئين اللي زيك. اللي ما يبغون يشترون يعني الغالي، شوف هذا 390 ما يبغون يشترون. انس ملخذ اليد ومع في يده، خلاص وخر اليد، ايش فيك كذا مسوي يعني انك حريف؟ المهم ترى متوفر كميه منها هذه، اوكي؟ واي شيء تبغونه في المحل شفتوه، اي شيء خلاص يمديكم تطلبونه اذا ما كنتم بالرياض، يمديكم تطلبونه والشحن ب 20 ريال. الشحن في كل مناطق المملكه ب 20 ريال، اي شيء تبغونه، وطبعا بالرياض على حسب المندوب اللي تتعاملون معه، عاد انتم كيفكم. طبعا اللاعبين هذه تروها للبيع، الحبه ب 20 ريال، وفي اللاعبين هذول تشوفونهم.
الحقوا والله مره اشكالهم جامده خرافيه للستر خرافيه ست سوني فيه هو حق ون بيس في جود بورت اللي جايبه مع القديم يعني في كذا شيء في كذا شيء ذا كرو جبته نسخه خاصه ده. ايه ذا كرو يعني في اشياء كثيره جبتها ايه نسخه خاصه هذه و140 ريال هذه واتمنى اتمنى انك تتابعني في الانستغرام لان اي شيء ينزل جديد على طول اصوره بالانستغرام غالبا 90% اصوره بالانستغرام فتابعني 185 زد ابغى الكل يجي يتابعني اشتراك لايك في القناه عشان ننزل اشياء جديده كان معكم طلال كيلر سلام عليكم.